بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كيدار سليم قناة يسر الرحمن الرحيم. اليوم راح نكملو لو بارتي 3 تاع الانترفال بي ار تاعنا اللي سميناها لو باثولوجي دو الانترفال بي ار. اليوم راح نبداو نقراو لو باثولوجي تاع الانترفال بي ار اللي شرحناهم، تسمى درنا عليهم هكا مقدمة صغيرة باش شرحنا شكون هما في لو بارتي الثاني تاع الانترفال بي ار. المهم راح نبداو بلي انومالي الاولين هما ليسباس بي ار كورد، كي يكون تسمى ليسباس تاعنا بي ار تاعنا ولا الانترفال بي ار تاعنا اقل من 0.12 ثانية، اللي هو أقل من 3 بوتي كاري. وأول مرض راح يديرنا هذا يديرنا هذا الباثولوجي تاعنا اللي راح يقلص لنا ليسباس بي ار تاعنا يردو كورت، اللي هو سيندروم دو وولف باركنسونيا وايت. بون، قبل ما نروحو ديريكتومون سيندروم باركنسونيا وايت تاعنا، حنديرو توجو نديرو مقدمة صغيرة. خي ديما نديكم مقدمة. قلنا ليسباس بي ار تاعنا ولا الانترفال بي ار تاعنا اللي هو او ليسباس ولا الانترفال كيف كيف، قلنا من يبدا من لو ديبي دو لوند بي جوسكا لو ديبي دو كومبلكس كي راس. قلنا ليسباس بي ار نورمال كومبري اونتر 120 ولا اي 200 ملي ثانية. قلنا سي بي ار كورت اقل من 120 ثانية، 120 ثانية تسمى عند سيندروم دو باركنسونيا وايت ولا سيندروم دو لونغ غايموند لوفين او نيود هيبرتروميك. هذا هو اللي راح نقراه اليوم هذا، ومن بعد البارتي الثاني تاع الفيديو نقراو الانومالي هذا نشرحوها. قالك اذا كان لونغ تسمى ليسباس بي ار تاعنا ولا الانترفال بي ار تاعنا سوبيريور ا 200 ملي ثانيه، عندنا بلوك اوريكيلو فونتريكولار تيب ا تيب 2 تيب 3، بعدا نشرحوها ان شاء الله. ولا سي كاين عندنا سو ديكالاج دو بي ار، راهو عندنا بيريكارديت اللي هو بيريكارديت. كملوا. عندنا هنا الانترفال بي ار تاعنا عادي، بي ار تاعنا كيما انا قيسو هنا ولا هنا، سواء يكون كورت سواء يكون لونغ. كملوا. بون، نجيو هنا ثاني مقدمه صغيره برك. يقولنا الانترفال بي ار تاعنا اي دي غي انفيرير كيكون اقل من انفيرير ا 0.12 سيكوند. يقولنا الانترفال بي ار انفيرير ا 12 ا 0.12 سيكوند اللي هو انفيرير ا 3 بوتي كاري، واش معناتها انديكي كو le délai habituel de conduction des oreillettes ou les ventricules imposé par la jonction auriculo-ventriculaire n'a pas été respecté. قلنا التأخير، قلنا الطاقة الكهربائية بين لوني اوريكيلو فونت كاين. مهم عندنا الانترفال بي ار هذا واش هو، هو عبارة عن مقدار تاع لا ديبولاريزون تاع لي زوري تاع لي زوريات اللي هو لون دو بي زائد لو سيغمون بي ار اللي هو الانترفال بي ار اللي هو لون دو بي زيد لو سيغمون بي ار. لون دو بي هو لا ديبولاريزاسيون تاع لي دو اوريان. عندنا لو سيغمون بي ار اللي هو تاخير مقدار يؤخر الطاقه الكهربائيه لو نو اوريكيلو فونتريكي كي تجي لامب الكتريك يحكم يؤخرها بمقدار زمني، هو الانترفال بي ار اللي هو لو سيغمون بي ار ماشي الانترفال بي ار. هذه هي تما هنا واش قالنا، كيكون لا ديري راهي انفيريال تاع الانترفال بي ار راهي قلت تسمى اقل من 0.12 سيكوند، عندنا مشكل في لا جونكسيون اوريكولو فونتريكولار. تسمى لا جونكسيون اوريكولو فونتريكولار ماهيش تخدم ليه، ومنه سوسي اوبسيرفي لوسك لا ديبولاريزاسيون بروندر سون اوريجين دون لا جونكسيون اوريكولو فونتريكولار تيل مانيير كو الي سو ديريجي ستيميرمون اونو فير لي زوريات اي اون با اكستريكس. الو هنا وعاودنا الانترفال بي ار كيكون كورت راح يعطينا واش هما لي انومالي محتملين. قد يكون عندنا ريتم جونكسيونال اوريكو فونتريكولار ولا سيندروم دو باركنسونيا وايت اللي راح نشرحو دوكا، ولا سيندروم دو لاون غون ويفن هذا اللي راح نشرحو فيديو الجاي ان شاء الله. وعندنا هنا لو ديتاي دو مانيير دو روكونيتر اي دو بروندر لو شاكان دو سي باثولوجي سون. المهم دوك نكمل. ها هنا نديرو انتروديكسيون تاع لو سيندروم دو باركنسونيا وايت. ها لي انومالي دو الانترفال بي ار، يقول بي ار كيكون كورت راهو اقل من 0.2 سيكوند اللي هو اقل من 3 بوتي كاري. ها كيما رسم تاعنا هنا، ها عطانا تاع الانترفال بي ار تاعنا من لو دي بي دو لون دو بي حتى لو دي بي دو كومبلكس كي راس، ها قاسها لقاها 0.10 سيكوند اللي هي كي شغل 2 بوتي كاري. ها ستشوفو نقدموها باش تبان لكم. ها كي قاسها واش لقى، ها كاين هنا بوتي كاري وهنا بوتي كاري وهنا شوي، هاي 0.10 سيكوند اللي هي كل بوتي كاري اللي هو 0.4 سيكوند. عندنا
0.4 و 0.4 اللي هي 0.8، وعندنا نص 0.2 تما اللي هو 0.10 سكوند، اقل من 0.12 سكوند، ومنه عندنا بي بي ار تاعنا راهو كورت. داكور ها لي كوز الاسباب سندروم سندروم باركنسون يوم تلاحظ يشرحو هكا، ولا سندروم ثاني يشرحو فيديو تاني، ولا يكون عندنا ميوباتي اكسيتيرا. نكملو في الرابال، وهذا اخر رابال. ها الانترفال بي ار كيكون كورت، ها الانترفال بي ار يكون كورت اقل من 0.12 ملي ثانية، بو اتر كوزي بار لو سندروم دو بري اكسيتابيليتي اللي هو اسمه ورك باركنسون يوم تلاحظ يشرحو هكا، ولا يكون عندنا فايو اوركيلار اكتوبيك ولا ريتم جونكسيونال. نجيو الرسم الصغير الاخر، ها ها عندنا لو سي جي تاعنا. كي نحسبو لانترفال بين بداية لون دو بي حتى لبداية لو كومبلكس كي راس، نلقاو هاو هنا كي جول 0.08 ثانية، أقل من 0.12 ثانية، ومهم بي ار تاعنا راهو كورت. نروحو ديريكتومون لسندروم باركنسون وهاي التعريف. بون قبل ما نروحو للتعريف برك حنا نذكركم حاجة برك اللي هي راح نهضرو عليها، اللي هي لون دلتا. قالك لو سيندروم اوف باركنسون هو تاع هذا، واش هو الكاركتيريستيك تاع عندنا الانترفال بي ار راهو كورت، ها صغير اقل من 0.12 ثانيه، ولا بريزونس تاع لون دلتا اي لا لارجور دو كومبلكس كي اس لون دلتا. واش هي دوك؟ نجيو هنا رسم صغير نكون فاهمكم. عندنا في حاله طبيعيه يكون عندنا لون دو بي، من بعد لي سيغمون ايزو الكتريك، من بعد جي كا لون كا، من بعد جي ار، بعدا يجي اس اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم هنا هاو لو سيغمون ايزو الكتريك، كي ما يكونش سيغمون ايزو الكتريك واش معناته؟ معناته يجي هاك لون دو بي تاعنا، بعدا تجي كي شغل ديريكتومون طلعه. هنا ما يكونش عندنا سيغمون، تجي كي شغل طلعه لون دو بي، بعدا ديريكتومون طلعه. داكور ها لون دو بي، بعدا ديريكتومون طلع، يبدا لو كومبلكس تاعنا كي راس، ما كانش لون دو كا، هذه نسميوها لون دلتا. حذاري ها نعاود هنا نرسمها، جي لون دو بي تاعنا بعدا ديريكتومون اللي يطلع، ما كانش سيغمون. لو سيغمون تاعنا ايزو الكتريك يكون صغير و كا ما تكونش، هذيك نسميوها لون دلتا. دوك نجيو في رسومات اخرى ونشوفوها. نجيو للتعريف تاعنا، ها لو سيندروم وولف باركنسون يوات. واش هو لو سيندروم وولف باركنسون يوات؟ لو سيندروم باركنسون يوات تاعنا واش هو؟ يكون اول حاجه ليسباس بي ار تاعنا اقل من 0.12 سكوند، وتكون عندنا لوند دلتا. تكون نزيدو نعاودو نشرحوها في الرسم، ونزيدو كون ندخلو في الشرح تاعنا. واش حاجة يقولك لو سيندروم، سو سيندروم اي كاركتيريزي بار ان بريزونس دان فيسون الكتريك اسوسوار. اه هنا احبس ابولي لو فيسون دو كان. واش معناتها؟ عندنا في الفيديوهات الاولين اللي فتنا كي قلنا لانفلي الكتريك دو كور، قلنا واش يجي من لوني اوريكيلو فون لوني سينيزال، تجي الطاقة الكهربائية تروح لي دو اوريات، بعد تروح الطاقة الكهربائية لوني اوريكيلو فونتريكولار يأخرها يعطينا لو سيغمون بي ار وليس الانترفال بي ار، من بعد لانف الإلكتريك يروح لو فيسو دو هيس، من بعد لو فيسو دو بيركيجيان، من بعد يروح لي دو فونتريكيل. هذا هو لا بروباغاسيون تاع لانف الإلكتريك بار لي فيسو، هذا هما، هذا هو التيراج. دوكا لو سيندروم وول باركنسوني واش عندنا؟ عندنا فيسو جديد، بريزونس ان فيسو إلكتريك اسوسوار، فيسو جديد وسمو لو فيسو دو كانس. لو فيسو دو كانس هذا واش يدير؟ ينقلنا الطاقة الكهربائية. كي يكون لو فيسو دو هانس هذا تسمى رانا في باثولوجي. بصح دوكا لو فيسو دو هانس هذا، لو فيسو دو كان هذا، مادام راهو أثرنا على الانترفال بي ار، ومنه نستنتج أن لو فيسو دو هانس هذا الموقع نتاعو ولا لابلاسمون نتاعو راهو جاي قدام لوني اوريكيلو فونتريكولار. هذا مكان تسمى إذا كان عندنا أنومالي في أي إسباس، في اي اسباس في لو سي جي تاعنا نشوفو. اذا كان فلون دو بي تسمى كاين مشكل في لي دو زوريا تاعنا. ليسباس بي ار هذا لبلا انترفال بي ار راهو جاي في لوني اوريكيلو فونتريكيلار، جاي في لي لو كومبلكس كي راس تسمى عنده مشكل في دو فونتريكيل اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا ما كان نكملو. قالك لو فيسو دو كانت هذا دوك نشوفو في الاناتومي. قالك رولي ديريكتومون لي دو اوريات. شوف او بدا يدخلنا في الموضوع. قالك لو فيسو دو كانت هذا اللي هو اسوسوار اللي هو باثولوجيك راهو قال لك يربط لنا ديريكتومون لي دو اوريات اي لي فونتريكيل. شفت كيفاه؟ مادام يربطهم ديريكتومون تسمى ما كانش تاخير الطاقه الكهربائيه. عندك وظيفه تاع لوني اوريكيلو فونتريكيل واش هو؟ يربط بين لي دو اوريات اي لي فونتريكيل. بصح واش يدير؟ ياخر الطاقه الكهربائيه شويه باش من بعد يطلقها هكذا.
بصح كي يكون عندنا فوا اسيسوار واش يدير؟ قال كي يربطهم ديريكت، تما ما كانش تاخير الطاقه الكهربائيه عليها ليسباس بي ا تاعنا ينقص هذا المكان. قال لك سون باسي بار لو ني اوريكيل فونتريكيل، خلاص هذه هي. دوكا نروحوا للرسم شوفوا. طبعا بون، اول حاجه نجي هنا للحاله الطبيعيه. ها هو القلب تاعنا، كي شغل هذا القلب تاعنا، ها هنا البطين الايمن البطين الايسر، لو فونتريكيل دروا لو فونتريكيل غوش، داكور. تسمى كي شغل رسم خفيف برك، ها هو تاع القلب مهم باش تشوفو. نجي هنا لو فوا دو كونديكسيون تاع الطاقه الكهربائيه كيفاه تفوت، داكور. اول حاجه عندنا لوني سينيزال، لوني اوريكيلو فونتريكيلار، لي فيسو دو هيز، لي ريزون دو بيركيجيان، اكسيتيرا اكسيتيرا. تسمى الطاقه الكهربائيه تجي هنا تروح لوريا دروا، لوريا غوش، لوني اوريكيلو فونتريكيلار، لي فيسو دو هيز، لي ريزون دو بيركيجيان. هذا مكان. دوكا نروح لو كا باثولوجي تاعنا، وين عندنا لو سيندروم باركيسونيوي يجي لو فوا اكسيسوار. لو فوا اكسيسوار تاعنا هو اللي سميناه لو فوا دو كان، لي فيسو دو كان. ها شوف عندنا هنا في الحالة الطبيعية، نقسمونها في الحالة الطبيعية نورمال. في الحالة الطبيعية تاعنا تجي الطاقة الكهربائية من نو سينيسال تروح لوني اوريكيلو فونتريكيلار، تروح لوريات دروا، بعد لوريات كوش، بعد تروح لوني اوريكيلو فونتريكيلار اللي هو يأخر الطاقة الكهربائية تاعنا شوي، بعد يعاود يتلقى لي فيسو دو هيس، مع تروح لي فيسو دو بيركيجيان. هذا مكان. بصح في الحالة تاعنا هذه تاع لو سيندروم باركيسونيا وايت، واش معناتها؟ ها كيكون عندنا لو سيندروم باركيسونيا يجي عندنا ان ري ان فيسون اسيسوار لي سميناه ريزو دو بيركيجيان، يجي هكذا ويجي هكا يتخلق، يتخلق كيما الحمر هذا كل يتخلق، يولي يعطينا ان كونديكس، يربط لنا لي دو اوريي تاعنا مع لي فونتريكيل ديريكت. هاو بالزرق هذا كل هو لي فيسون دو بيركيجيان، هذا مكان يربطها، تولي عندنا كي شغل مربوطه ديريكتومون وما يفوتوش على لوني اوريكيلو فونتريكيل، بيسك لو كان يفوت على لوني اوريكيلو فونتريكيل يصرى تاخير تاع الطاقه الكهربائيه، عماك ما يفوتش ما يصيرناش التأخير تاع الطاقة الكهربائية لان في الإلكتريك تاعنا، يجي من دون سينيزار يروح لدو زوريات يروح لفونتريكي ديريكت السرعة. ها كيما هنا الرسم تاعنا، ها سيندروم باركيسوني وايت، عندنا بالصفر هذا كيما شفنا لي فوا دو كونديكسيون، وبالبيض هذا هو لو فيسو دو كانت، هذا لو فوا اكسيسوار هذا، ها يسبب لنا يدير لنا كونديكسيون ديريكت بين لي دو زوريات و لي فونتريكي. وفي لو سوجي تاعنا نشوفو الانترفال بي ار راهو كول. بون الفيديو 12 دقيقة، نكملو ان شاء الله في البارتي الثانية تاع لو سيندروم باركيسونيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان أي سؤال ولا حطوه في الفيديو ونجاوب.